وانا ودي حين هذا ما بين قشي والله خير ان شاء الله مالك اشوفك متضايق لا ابدا جالس احسب الراتب هذا وقاعد اقسم على المسؤوليات اللي عندي هذا انت يلي راتبك احسن من راتبي كذاك تقول هذا انا ما اقول انا ابوي قلتها من البدايه كل ما زاد دخل الانسان كل ما زادت احتياجاته انت هدي نفسك وان شاء الله تتسهل ايش اقول لك بس يا عبد الله الراشد وقصد البنك وقصد السياره يعني كم بيرقم الراتب هذا غير احتياجات الصغيرين بعد بس هذه الحالة صار لها فترة طويلة معاك يعني ومع ذلك أول مرة أشوفك متضايق لهذه الدرجة إيش اللي جد بالضبط؟ كل يوم بيجيت شيء يا عبد الله واللي جاي الله يقدرني عليه وعليه عشقهم طيبة منح طيب الله يفرحك دوم تفضل تدللي تدللي يا أحسن حلوة في الدنيا أنا من عند غير سعيدة في الدنيا هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله إيش هذا كله إيش هذا كله بابي ما تعرف تقرأها وسين ألف ميم البيت حتى نقطة سامان البيت ما تعرف تقرأ يا سعيدة ما هذا قصدي قصدي إن طلباتها الأيام زادت وميزانيتي ما تستحمل يا سعيدة كيف ميزانيتك ما تستحمل كيف تقولي تدللي هوا شي تدللت حسام عن البيت لازم تتوفر لازم تكون موجودة وانت الرجال ولازم تتصرف يوم انا الرجال يعني لازم اتحمل فوق طاقتي الله يهديش من باغي حملك فوق طاقتك الله يهديك يا سعيد احنا السامان ناقص ولازم تجيبه ما نبي ناكل ما نبي نشرب انا ما اقول كذا لازم كل شيء موجود لكن ترشيد الانفاق مطلوب يا سعيدة بدل ما اشتري ستة اشتري ثلاثة وهكذا رشد الانفاق على بطوننا يعني موت جوع المهم انا كتبت لك السامان بو ناقصه تبتيبه ما تبتيبه سلامه راسك ما نموت جوع انت حر وكيف انا حر انت حر امتي وزوجتي وعارفه كل شيء بالله عليك هاي الراتب هنا قسم هنا قسم من الديون هذه هين بيروح خبريني شوري علي خبريني قلت لي اشوري عليك عقب استافه ايش رايك يا ود عمي انك تشتغل بعد العصر في شيء من الشركات اشتغل في شيء من الشركات اي شركات الحين لما واحد يقدم لهم طلب يقولوا عندنا فايض اي شركات هاي بالله عليك اشتغل فيها شركات فايض بس وجدتها وجدتها وايش هذه اللي وجدتيها بعد انا اقول يا ود العم يا ود الطاغي يا زوجي العزيز هي شايقك انك بعد العصر كملي بعد العصر يعني بتكملين هلكتيني ولا لا؟ ايش رايك بعد العصر تشتغل سواق تاكسي؟ ايش اللي تقولينه يا سعيدتي؟ ايش اللي تقولينه هالكلام هذا؟ اللي سمعته سعيد انا؟ انت عجبني ما يجوز لا 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 يا سعيدة خليش من المزاح هذا خلينا تو انت من قالك انا تمازح انا صادقة بكلامي 100% لا يا سعيدة لا ما معقولة لا انا اشتغل تاكسي روية وما ادري فيش وبوشر ما اعرف انا اقول كذا في الستيشن لا 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 كيف ما يصير مو انت احسن عنهم هذا ابو يسوق التكاسي ويقول روي وستيشن ولا الاخوين ما احسن عنهم بعدين ابو يشتغلوا يكدوا على الاقل يجيبوا بيسح على عيالهم أنا ما قصدي هذا الكلام يا سعيدة ما قلنا شيء هذا والنعم فيهم ناس عايشين أحسن عيشة يكافحوا من أجل لقمة العيش لكن هذه الشغلة يا سعيدة تبغى لها صبر وأنا بصراحة ما أقدر لها زي يا ود عمي تحامل على نفسك واصبر شوي على الأقل يعني بتفيدنا وبتستفيد في نفس الوقت هي بصراحة يا سعيدة أنت فريتيني مخي بهذا الكلام هذا المهم خليني أفكر في الموضوع وأشوف بعدين كيف هوب هوب بس 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 الله يصرفك يا فهد انصاف الله يصرفك قبل الله يفقره حاجة عقبه
ما ولدها ما ولد، لكن الله يهلكه خلاني نول تاكسي. ايه الغوازي حاطن هنا، عيدنا حاطن هنا. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبلية ابو استرداد كم نولك؟ ريال والد. كم؟ ريال. واجد؟ ما واجد. 10 مئة ناسة؟ 10 مئة ناسة لكن ما واجد. قانون ذا؟ ايق نعم قانون. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين الاغوازي؟ واحد امامتي بلية شي بعين هذي؟ نقص وين شي منقص؟ ما يسوى نقص. ريال ترى الحين؟ هو ريال نعم. دوك ما بدينا حيلة. ما بدينا حيلة. حسبة حسبة. ريال. مو اسمك انت؟ حمدان بن سعيد. حمدان بن سعيد؟ اي نعم. عندي ولد اسمه فهد لكن طار عني، عندي سيارة لكن هاي شيل اولاد مالتهم. فضلت قهوة عندي. شكرا احسنت. اضبط قهوة؟ احسنت الوالد. ما نلاقي احسنت. قمرة. احسنت. سيف ملة. خبرت ريال؟ اي نعم. زين. ايش هالبلية هذه؟ فتقوت شي فتقوت نعم خسرت ريال. انا بيسه ما تبنى علي لكن هاي ولد كلب ما ينساه هذا ما ينساه نعم. ما ينساه. واو سعيدة. الله يصرف باش ندير ولدي. سلور مو هناك مو عندك. يا الله الله هين هذا ولدش هين هذا ولدش هين 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 تو مالك داخل الطارق بابك الله يهديك اهمون فيك فهد بعد ما هذا فهد ولدش سوى سؤال يوم ما يسويه الولد في ابوه ابدا ما تعدل ما تعدل ما تعدل. انزين ابوي تعال هدي نفسك تعال استوي تعال قولي مو مستوي. كيف اهدي نفسي كيف اهدي نفسي كيف اهدي نفسي كيف اهدي نفسي قلت له وديني عند شيخ كمان حرصني في السيارة سات فاهم معك أربع ساعات وأجيك. دخلت عند شيخ شعبان وجلست معه أربع ساعة وطلعت لقيت الله يخيب ليش صار عني مو هذا البلية بسؤال إياها خلاني أنزع نول تاكسي من عند شعبان إلى هنا. لا إله إلا الله قول كذاك هذا اللي مزح لنك دافع غوازي حتى تاكسي. هذا أولا ثانيا كيف يطلع عني بدون ما يستشيرني ويخبرني كيف خبرني كيف 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 ابوي انت الله يهديك بس حرصته وفهد يجي وتعرف منه صار ومو سوى. يلا فوالدك حيلا يلا اليوم دفعت نول تاكسي ريال 10 مئة بيسه وابوي وافقوا يلا. ايه خارج شوية معي مشوار مع جاري خلفان. يعني ما بتتأخر؟ لا ما بتأخر كلها ساعة زمان. تأمر شيء اجيبها معي وانا جاي؟ لا ما يمر عليك عدو بس انا الحقيقة يعني بغيت اسألك وفي نفس الوقت اذكرك. ايش قررت في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ سالفة التاكسي؟ اي نعم. يا سعيدة انا ما اصلح اشتغل تاكسي. ما اصلح يا سعيدة. يعني عاقبت انك لحالك واحنا عايشين في البيت عاقبت انك كل الحريم سواقهم غرقينهم بالهدايا اللي انا ايدين اقرق خليه ما فيها شيء. يا سعيده يا سعيده يا زوجتي العزيزه كل واحد حسب طاقته كل واحد حسب طاقته. زين انا بعد ما كلفتك فوق طاقتك ومن ثم اولادك مساكين ما يبغوا ملابس جديده. العيد بعده بعيد. وابوي عصرنا الناس ما يلبسوا ملابس جديدة إلا في العيد. أها أولادك يوم ينزلوا الحارة يشوفوا صغيرين متلبسين يجلسوا مطفرين عيونهم كذاك وانت يعني خلاص خلاص أبوي خلينا أفكر في الموضوع وخبرتش أني بفكر فيه ولا تجلسي تضغطي علي كل حين كل ساعة تجيبي له الموضوع هذه السالفة هذه خلينا أفكر على راحتي. زين أبوي فكر على راحتك ما بضايقك بس لا تنسى سالفة التاكسي. أخ منش أخ يلا تعال نستريح هنا سعيد شوية. يا سلام سعيد أخوي خير كلام زوجتك سعيدة زين وفكرتها بصراحة مبشينة. يا خلفان يا خلفان أنا لحد الحين ما متصور نفسي إني أسوق تاكسي. لا السالفة سالفة عنطزة سعيد. يا سعيد الشغل الزين زين وطيب وعمر الشغل ما كان عيب. انا ما قلت عيب يا خلفان بس يعني بس ايش خبر يلا. والله ما ادري كيف ما ادري
زين التاكسي ما مشكلة، الرقم من هنا اجيبه. وهذه ما مشكلة؟ أنا بقول أنت عليك تستأجر الرقم. زين. وبعد ما تستأجر الرقم تصبغ السيارة بعد الفحص. روح. أصبغ سيارتي؟ لا، هذا عاد اللي ما يصير أبدا. وليش ما يصير؟ الظاهر إنك أنت ما تريد تشتغل تاكسي. السالفة يا خلفان إني أنا ما أريد أصبغ سيارتي بتاتا. وهذه ما مشكلة. كيف ما مشكلة؟ أنا أقول لك ما مشكلة. أنت كل ما في الأمر تأخذ النمرة والتاكسي وتستأجرهم وتروح. ومن هنا بحصل تاكسي جاهز يا خلفان. ما مشكلة. ما مشكلة ما مشكلة طيب حبي ما مشكلة. أنت كل شيء عندك سهل. فعلا كل شيء سهل وما مشكلة. عليك تثبت اليقين وتشتغل تاكسي. والتاكسي هذا عند من؟ ما مشكلة. عند عمك سلوم. عند عم سلوم؟ عندي يعني هي عمي لأن جاري خلفان خبرني إنك تعرف واحد اسمه شعبان وعنده تاكسي. زين يا ولدي مالك ما صوت حال شعبان جاي متعب نفسك عندي أنا حال مو. وفي الحقيقة يا عمي الحقيقة يا عمي يعني الحقيقة هو يعني هي يعني ما عندك فلوس تدفع لمقدم يعني. ايه يا عمي صحيح كلامك لان مثل ما خبرني خلفان انه يريد دفعه مقدم وانا بصراحه يا عمي ظروفي هذا الشهر يعني ما تساعد يعني. زين يا ولدي يا سيد انا ادفع عنك المقدم لكن عادي. والله يا عمي إن انت كلك خير وبركه ما تقصر يا عمي وبعدين انا ثاني ولد اخوك. اسمع يا سعيد يا ولدي خير انت باغي تشتغل وأنا أوفر لك هذا الشغل لكن عاد مسألة الشغل ما تتدخل فيها القرابة. موافق أقولك توكلنا على الله ما موافق أقولك بات توكل على الله. سعيد خير إيش رأيك إن هذا التاكسي يكون النص بالنص بيني وبينك؟ ها إيش قلت؟ أنا عارف يا عمي عارف إنك زين مسألة فيها فلوس ما تفوتها. أخبرك بكرة برد عليك لا راد الله. سعيد عصادي بهيش اللي ذا فكر ما فكر. سلامات. أهلاً فادي يا رامي. خير مالك أشوفك سرحان مرة. كلام أبوك بثني براسي. لا منه كلام أبوي عذرني. صدق البارحة سوالي سالفة طويلة عريضة ليش وإني ما راح تجيبه. إن كان مال والده أعتقد ما تبرع البيت. سعيد سمعني أنت سمعني. يا ريت تنفس. أتوقع هذا لكن يا لورد بلتزار إنها أجمل ألاعيب هرمان. وعدتني بعجائب من العالم وطارد علي فيلا أحبلا. آسف يا لورد بلتزار لكن أسمعت ذلك؟ اكتشف اللورد بلتزار ما أعرفه منذ زمن طويل أنت أهبل. مساء الخير. مساء النور بنتي. لا لا يا هرمان خير ما هو شيء. أنا طلبت منك إنك تجيب لي أدوات هندسة ورق وسيلة وصوف وإنت وأنا نسيت يا بنتي وباكر إن شاء الله بجيبهم حاضر ومستعد. لا تنسى. ما بس إن شاء الله. وهين ماما؟ في المطبخ. سيري نادي يا بنتي عاشت فرحان بابا بس من التلفزيون روح ذاكر لك كلمتين يا ولدي أحسن لك. با خير فلوس الاشتراك للرحلة بكرة بتحصلنا عند أمك. يلا روح ذاكر روحي يلا. زين ايه الطلبات قامت تزيد الظاهر اني بشتغل تاكسي باين علي.
جهد تحشي الباب حال ابوك خلي بيشيل الملك الله يتلاقي بك. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول والد منى عندك ان شاء الله بس خلصته. انت شاقني بحياتي انت زي شي ما طلت عني. لو طاير عنك انت تسوي لي مشكله تخليني ادفع نول حد كاسي فاقرني الله يبقك. تراني الوالد خبرتك السبب ذيك المره اقطع بحسك تقوم تبات ابوك بعدك. وش اقول والد ان شاء الله بس وافق الشايب شعبان. انه بعدني ود الشايب ما يوافق شعبان. ايه ابوك سلوم اذا اعطى كلمه يوافق شعبان ابو مبان ما شعبان بس. ابوك كلمته ما تطيح الارض فهمتني. عارفك الوالد اكيد اكيد ابوي مربني زين يعني خلاص. اذا سعيد يبغى تاكسي تاكسي قوه جاهزه ياخذ من اليوم كان يبغى يتكس اليوم. اليوم نعم سمعته سلوم دمع لابسك. مسكين سعيد مسكين الله يعينه. الصبح على شغل المكتب وبعد الظهر على تاكسي. اشخ عليك اخ انك دهق طالع كمامك ما شبه ابوك انت. نعم اسمع الحكمه من ابوك سلوم اسمعها وخليها في ذهنك أو تنساها. الحكمة تقول يا فهود الإنسان اللي ما عنده دخل يساعد في دخله هذا الإنسان كأنه غافي في شتاء وما متلحف. بغدان سمعت الحكمة؟ فطفر سمعتها الوالد. فرق سلكنا من الحرب مالك الله يديك لون تفتاك. شوش على السيارة شوش عليها قاتلنا الله فوقك شوش عليها شوش عليها البورش بس بكشاشة مشي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلا مشي 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 ما يتعود ببويك. عم سلوم قال هذا الكلام؟ قبل شوية أمي اتصلت وقالت لي أخبرك بدا الكلام. يعني روح عند شعبان واخذ التاكسي من معه وبعد ما تاخذه من عنده تمر على أبوي سلوم. بعد؟ أبوي هو اللي موصلها وهي اللي خلتني أخبرك وأنت الحين؟ وأنا الحين ألبس دشداشتي وأمر على شعبان واخذ التاكسي من معه وأمر على عم سلوم واخذه معي. شوف انت كل الكلام اللي كنت بايا اقول لك اياه قلت عني بالتفصيل. إذن من هذه اللحظة تبدأ مرحلة العمل على التاكسي وسوف اعتبرها مرحلة ترفيه عن النفس واستفادة. اذهب اذهب يا زوجي العزيز فليبارك الله كل خطوة من خطواتك. عم سلوم. نعم. انت ما خبرتني يوم باغي تروح. أنا في الحقيقة يا ولدي يا سعيد ما لي جهة معينة. أنا قلت ما دام ولد أخوي اليوم سعيد نازل في التاكسي قلت أجي معاه عشان أكون بشارة خير. أي نعم. ما أعتقد عمي ما أعتقد. تو مو خلق شيء. قلت بإذن الله يا عمي بإذن الله. قول إنك باغي تعرف كم أجيب وكم أشتغل اليوم. هي اسميك إنك أفا دافا وبلي. شيء انتبه به جا رزق هذا رجالي أشهر ومعه عائلة. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم هاي بدايته. لا تفضل لا تفضل. نعم لا نعم تفضل. عم سلوم ها من اللي سوق أنا ولا أنت؟ ها أنت تسوق. ما دام أنا اللي أسوق أجي من اللي أسأل ما أنت؟ ما كيف كريتني نسيت سامحني با. نعم الأخو على وين؟ لا شكرا لأخ بس 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 ما نبغاك ما نبغاك. نعم الأخو على وين؟ لا شكرا لأخ أنا مثل ما تشوف أنا عندي عائلة والمكان عندك ما يوسع. لو كان الكرسي اللي جالس عليه الوالد فاضي كان ممكن. يقول بشارة خير هذه بدايتها الله يستر. أقول تو أنت تركب وامو عندك؟ لا يا عمي ما ممكن نركب نصه. أبا كيف يعني؟ يا عم سلوم معناتك أنت تنزل وتخليني أشوف شغلي. أنا وبعدني ودي الشايب وأنا أنزل. سعيد أتنزل عمك وتركب ذي لا؟ كيف واهون عليك أنا؟ عم سلوم ها؟ أه؟ انت قلت ان الشغل ما تدخل في مساله القرابه ما هذا هو كلامك والحين انا في شغل. انا قلت هذا الكلام لكن يا سعيد يا ولدي كلامي يخسرني انا اسحبه. اي نعم تو بالله عليك اذا نزلتني انا في هاي الشارع هذه ما اخذ تاكسي واذا اخذت التاكسي ما هدفع فلوس واذا دفعت فلوس وافق قمت انا اجي. ابا ها ايش قررتوا؟ ماشي نصيب به شي 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 حرمك شي حرمك ما شاء الله يصير اخو سعيد ويسقني قدام احنا به. عم سلوم يا عم سلوم ما يستوي.
احسنتي. زيدي خديجه احسنتي الله يخليش. انا بصراحه كان على بالي خلفان يتمازح لما قال لي انه يعني زوجش استوت سواق تاكسي. ما يتمازح صدقه خلفان، ذي الايام مساكين سعيد يطلع من بعد الظهر ويصير يكد تاكسي. زين عقب يوم يكد اي اولي له كمين بيسه، اقصد يعني كمين ريال. هي يا اختي سواق التاكسي ترى ما يباله شيء، مني يستفيد ومني يقضي وقته ومني يتحسن الحاله شويه. زين زين اقول سعيده انا سمعت عند كيكين صغير يعني تو بعده مفتوح جديد. هي زين ما تدحر عيونك واجد فيه، ويبيع عطورات جديده هي ومن مختلف الانواع والاشكال. مو رايش لو انا وياش نترابع ونسير السوق ونشتري لنا كمين نوع حالنا وحال صغيرين نتعطر كما خلق الله. من هين يا اختي يا خديجه من هين انت تشوفي الحاله يابسه وتقرح، ومن ثم انا هذاك مساكين يكد ليل ونهار البيسه فوق البيسه قوم انا اجي اخردها بشويه عطر وخلاقين حشه. خزني طيعيني طيعيني فرصه ما تتعوض. اطيعش نعم في الزين لكن بو في خساره ما اقدر اطيعش، سامحيني ولين قدامه خبرش خير. يلا المهم انا خبرتش، وبعدين عنت قولي لي ما خبرتش ولا شيء تسيلي سالفه. يلا ما يهمش انت خديجه وافيه دائما ما يهمش. لكن انا اقول يعني بما انه انت بتروحي السوق ها وتشتري لك كم من عطر زودي لي مضربين بياش. هي كان ما عندي خزنة ابوش. عقب تقولي صاحبه وصديقه وجاره حالمو. نعم انا صاحبه وجاره وصديقه ووافيه، لكن وقت الفوايل. يلا في مالة. احسنتي خديجه ضحكيني. نعم في مالة عم قاطعين هدول. فرحان وابوي اشوفك قاست تلعب لي توفه في البيت. هيوه كيف هيوه ومذاكره متى بتذاكر انت؟ ميت من درس صرت ترقد. ترى ابوي كان يذاكر لي في هذا الوقت وتو ابوي ما موجود. اقول لك انا بروح العب كره وبعد المغرب يوم يجي ابوي انا بذاكر معه. ما روما خالفك ما روما خالفك يا ود ود الطاغي. زين يلا سير العب الكوره لكن قبل ما تغرب الشمس تهنا في البيت. زين يلا مالا. وين يحرس ابوي ذاكر له؟ ابوي من تو غادي، انت واختك ذاكروا لحال عماركم. ابوي ابوك يجيب يكد البيسه فوق البيسه يكد تاكسي. نعم سعيد. نعم الله عليه تاكسي على الله فيه. على الله فيه. حافظ عليه يا عمي محافظ عليه بقدر المستطاع. زيد لك ابغاك بلديك. مبروك عليك تاكسي سعيد مبروك عليك. علينا وعليك جميعا ان شاء الله. سعيد اه وقف شي مكان في شي رجاله مستعجل ياكل عليك. انا اشوفه يا عمي اشوفه ان لا يستأمر علي يا عمي اشوفه. ما اماره هذه كلمه امر انا بس ابغي تنبهك. نعم الاخ نعم ابي اروح المستشفى لكن الاول بنمر البيت لان عندي حاله وضع. تفضل اخوي تفضل تفضل. سعيد نعم لو مالك ذاك انت قنيت وامو كيف 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 تقول تفضل؟ الاول اتفق معاه على الاجره خاف تقول تفضل. يا عمي الله يهديك شوف المسكين كيف حالته خايف على اهله قوم نحن ناخر به بعدين بيدفع بعدين. انزين عقب في هذه الحاله اتفق معاه انه ياخذ انجيج لان هذا الانسان مستعجل وهذه فرصه ما تتعوض يا سعيد مالك الله يهديك. ما يستوي يا عمي الانسان في حاله مستعجله مسكين احنا نقوم بعد ناخر به ونزيد عليه. لا يا عمي ما يستوي الاخلاق تمنعنا نسوي كذاك. لا انجيج ولا هم يحزنون. تو مالك سعيد انت الله يهديك انت مالك ذاك انت كنت ما اول واحد ياخذ انجيج الناس كلها تاخذ انجيج. غلطانين الناس غلطانين مو سوي كمان احنا في الحالات الاخلاق الانسانيه فوق كل شيء. تفضل تفضل اخوي خلنا نشوف شغله عمي خلنا نشوف شغله. تفضل اخوي تفضل ان شاء الله. تفضل نعم تني نعم تني تني بنزلك ترى الحين عمي لا تصدقنا خلنا نشوف شغلي. هاي يا سعيد هينك الله يهديك لين انت وبعدك ما جاي مخليني كذاك في وادي حاتي. شوف بالله تنعلي مخلي عيني مبققه في الدار وتو بيجي وخلاف بيجي وما يجي. يا ربي هاي الحاله كيف هاي ابو باغي البيسه. صحيح يوم قالوا صحيح يوم قالوا الحق سويت الوجه لكن يا الله عسى خير. تجلسي هني كثير؟ مو اسوي يا ولدي تراني اسحرص ابوك. ما اكيد الحين بيوصل ان شاء الله بيوصل يا بنتي تراني جالسه احرصه.
هذا أبوكم مسكين يشقى ويتعب عشانكم أنتوا، عشان ما تحسوا بالنقص أنكم أقل عن غيركم. فرحان سير أبوي، سير سير داخل، سير ذاكر، يلا شلختك بياك. أشوف المسلسل وبعدين أذاكر. ما شحيل إلا بالله، أبوي ما بتيبه من بعيد، طالع على بيبيتك تحب التلفزيون. عمي كأنك تعبان. والله يا ولدي يا شعيب أكذب عليك، نعم أكذب عليك، لقد لك ما تعبان، تعبان ومتكسر. حتى أنا تعبان شوي وأبغى نام صراحة. لك شيمة، كان في شيمة، شيمة لا تنام السيارة، نام يوم تصل البيت مو باغي تقتلنا. ومد خايف على عمرك عمي؟ لك أنت وأنا فكذاك الناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الإنسان كذاك هذا اللي فعلي لك هذا يقتلنا؟ أقول شيء وقفوا يتفهم مع هذا الإنسان هذا كذاك رفع عليه بدون إشارة؟ هذا مستعجل، هذا باين عليه. إيه مستعجل وأكلته كانت هتقتلنا كذا الجذابنا كذاك. الناس سوي هاي الناس يا عمي ما ينتبهون، الراديو ينبه والشرطة تنبه والصحف والرشادات وكل الناس تنبه ولا يسمعوا ولا يعتبروا. والتلفزيون يا شهيد، التلفزيون كل يوم ينبههم ويقولهم يا ناس انتبهوا للطريق، يا ناس انتبهوا للطريق، يا ناس لبسوا حزام الأمان، يا ناس لبسوا حزام الأمان. وهذه الناس ولكن هتفهم، نعم هيتجسوا بك هيقتلوني، نعم يا البلية هذه. الحمد لله يا عمي اللي جات على كذا بعد. عمي أشوفك تنتفض، إيش فيك خير؟ سعيد تونا بالله عليك موازن ناجي بيها أهلك نفسي، واحدة من رأيي يعني خلنا نسيب بيتنا نغفي بس نحن اليوم بسنا. لا عمي تو الناس الله يهديك، ايش مستعجل بعد؟ ما نشتغل اشتغل يا ولدي. يا سيدنا تعبانة ما غير تغفي وانا نوبة هلكان وقوعان، واحدة ما غاشة أسيب بيتنا، واحدة ما غاشة بس بيتنا ما أبغى أشتغل على حد نبت جيل جزابنا غيره. والله يعني نروح البيت، رأيك نروح؟ شيبة يا ابن شيبة، يلا يلا توكلنا على الله، يلا اللي فيه نفضة. يلا علشان عبري عبري يا ذيك الله بتقتل خلق الله. شوف انت عاد شوف شوف الناس ما تعتبر، ناس ما تعتبر. ساعتين ما عاد، بس سعيد اللي متأخر. يا ربي يا سعيد مخليني كذاك متوشلة وفي وادي حياتك، تو انتهيني تو هين. يا ربي وأبوي لو عارف بس انت ايش من القرنة ولا عند ايش من الأشارات ولا ايش من الشوارع كان أجيك. نعم أجيك الله. سلام سعيد، يا الله انت جيت، الحمد لله على السلامة والحلال. ليش تأخرت كذاك؟ ايش اسوي يا سيدة؟ شغل دوار هالشوارع، لف دور حمل شيل، جلس على الستيرينج مرة. ها تعشيتي؟ من هنا يا ود الحلال، ساحة لقمة في بطني جالسة احرصة، جالسة على دواري بطني. تعال تعال زين، يلا سخن العشاء بغير ملابسي وبجيش. زين انت هلا الله بعمرك، دوك كيف غادي عوق تعبان ما غادي شيء من التاكسي. لو ردت تروح لو رجعت البيت تو زهب لك العشاء، ما يهمك يلا خليك شقاع انت. انا فعلا التعب باين علي، مثل علي واجد. لا لا أنا بعدني شباب، لازم أتحمل مسؤولية بالكامل. هسلوم بتغص شوي شوي على عمرك، الأكل ما طاير من قدامك. سكتي يا مسعية سكتي، لو تحسي بالعذاب اللي احنا عشناه أنا وسعيد كنت قدرتيه. لعب شوي شوي الأكل قدامك. Meh, meh, meh.
قاسد لي على اللقمه اللي قتلها رصيت الله يسوبش بس انت حاشا يوم توكل كنك في سباق ما تعيدي ما تعيدي معلش اذا سوي كل كل ما تكلم يلا جهز العشاء سعيد العشاء جاهز جات سعيدة تفرح لقت سعيد يشخر يضربك زوزات تنعاني من التعب ما حطوا قد خبطناها وأشينا خبر سعيدة غيرها بغيرها صباح الخير صباح النور والسرور انا عبد الله ما حد سال عني لا والله ما حد سال عنك بس اشوفك متاخر اليوم راحت علي نومه شوي ممكن كنت سهران تشتغل على تاكسي اقول سعيد تاكسيك فاضي اليوم ولا مشغول وإيش هذا الكلام يا أمين من أول الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله يا أخي أنا ما قلت شيء غلط هو عنده تاكسي وأنا أريد حد يوصلني التاكسي يا أمين فاضي بعد الظهر وحاضر تحت أمرك أوصلك أي مكان تريد لا تتوقع يا أمين أن شغلة التاكسي فيها مدلة أو شيء بالعكس شغلة التاكسي هي وسيلة رزق شريفة والإنسان ما يعاب إذا اشتغل في عمل شريف اللي ما قادر أفهمه ليش سعيد يروح مع أبوش دائما في التاكسي ليش يروح معاه؟ أبوي من دامنا سعيد مستأجر عن طريقه التاكسي ولين تو بعد ما دافع فلوس التأجير أبوي سلوم ما جاي يتركه لأنه ما يبيع بخسارة أبدا سعيدة ما رديتي على سؤالي ليش سعيد دائما مع أبوش في التاكسي ها؟ لا أبدا يا أختي يسليوا على بعضهم بعض تعرفي سعيد وحده يعني يتضايق وأبوي ما شاء الله الله يبارك فؤاده بارد الله يكون في عونه سعيد الصبح في المكتب وبعد الظهر في التاكسي ايه بنية ايه صلي على النبي لا تقوم تحسدي لي زوجي الله يعطيه الصحة والعافية الحمد لله رب العالمين من هين سعيد مسكين ما يتعب وهو حوزة من يدخل البيت إلا تعبان وحط راسه على المخدة للشخير ما حال حد وتعالي عاد على قومة الصبح بضرابة يقوم إلا كسلان وتعبان نعم إني ما ألوم إلا نفسي على ذاك الشهر يوم شرت علي على التاكسي نعم لا تقوم تلومي نفسك ولا عندش خبر وعن نوبة وكلف وادش ترى هذه حال الدنيا والرجال إذا ما يشتغل ويكد ويتعب كيف بيوفر اللقمة الزينة حال أولاده هذا أنا زوجي خلفان من قرن القرن يحاوط ما نبقي مكان ياه كل من يشكي ويبكي على ليلى ما أقولش الله عنبكم غاوي عن مزرعتكم الله يبارك هي نعم المزرعة ذي ما أقولش يا أختي هاوشي أنا ولدي فرحان طول النهار فؤاد اللي في اللعب ويدور في الحواير بيا الصغيرين ما يجلس يذاكر يوم يجي على الليل يلبق عينه على التلفزيون نعم إنه وبعدني هدي صلبي أدبي هي نعم فرحان يخافني أنا ذاك يخاف من أبوي يوم يطلع لعينه كما الشرار ما يخافني أبي أنا حتى قصيت نعم أقولش رهبة الآب غير عن رهبة الأم يا أختي وين قالت لي غصنه بسعيدة أقولش عقب حال مو ما تقومي وتخبري له أبوه خليه يهز بوزين وحليلة سعيد بعده يزداد ما يكفي أحسنتي أحسنتي أختي ما يكفي يجي تعبان يا أختي يا خديجة من الشغل أقوم أزيده
واجلس اصف بيها الحكي واقول لعنبو يستوي ما يستوي يا اختي ما يستوي. سمعيني سعيده، هذيل الصغيرين اذا سلكوا على سلكه خلاف عدتي تراش ما تروم تصل بيهم، واحسن لش منتو تخبري لابوه وتسايريه. هي خلاف عدتي صار ما تروم تهبشي ولا تسوي فيه شيء. شوفي انتي والله صدقش، نعم اني بتصرف وبشوف اخرتها عاد مو يستوي. وابوي وابوي سعيد ما كذاك الله يهديك، انت تقتله ابوي يجيب لك تموت تقتله، انت هتقتلني عمي. هاي تو احنا بغانا نمسك خط مني لنزوة، شوف الساعة كم تو هاي غير مسافة ابو رايحين وابو راجعين فيها. ابو سعيد سمع سعيد سمع، هذا الكلام ما يقوله الا الانسان الانسان اللي يقول حال فلوس تعالي وهو حاط رجل فوق رجل. ابوي هذا الكلام ما يستوي، اذا ما سعيت لرزق الرزق ما قايم يجيك، فهمتني؟ يا عمي يقولوا لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. تقوم تغني لي تقوم تغني لي اغني لك تقوم تغني لي تقوم تغني لي وجدها هنا قاسي حوصا مساكين مو هذا البلية. يا عمي يا عمي ما يستوي نزوى بعيد، انا هل كان ما يستوي يا عمي هل كانت لا بعيد ولا شيء يا ولدي، خل انت توكل على الله. يا الله امري لله خمشي مشي سترك يا رب حصنة. سترك يا رب ايش الحالة هاي. هينك انت لين تو بعدك ما راجع بيتك؟ نعم من تطلع ما تبى ترجع. تو ليش ما اتصل في امي؟ ممكن هي تعرف اخبارهم ولا شيء. هانش يا امي هانش يا امي بتعيضيني شويوني هانش والله العظيم. وحدش انت اللي بتخففي الاسية اللي انا حاسة فيها. الو ما وصل بعده. ايش لهذا الوقت بس؟ ما اعرف يا بنتي ما اعرف مؤخر بهم. هم ما قالوا لي هم بيسيرون هم بيتاخروا، انا بصراحه ما قادره، انا محروزه يا بنتي محروزه. استهدي بس بالله انت. والله ما اعرف، انا كل اللي جاهم من ورايا انا السبب، ما انا السبب في تبهدله سعيد. نعم اوي يا بنتي ما تخافي ما تخافي، انا تو جايت من جبل الرب فهد ان شاء الله وبنجي عندك هناك. اما تعالي تعالي يلا في مالا. الو سعيد هينك انت؟ هينك يا زوجي العزيز هينك؟ يا الله يا الله تعب. عم مسلوم كأنك نحسان فيك النوادة ابغى تنام وامو سعيد با لا اخري شوية تحتان جني قد صلت احبية زين. احسن احسن نام انت من طلعي من النزه وانت تنود فيك النعاس. سعيد با اغفي 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 هي نام نام. بسم الله الرحمن الرحيم توكل تصبح على خير سعيد من اهله. لا اله الا الله ما صدقت لنا مرة نخيرة جاهز. الطريق وحش وحش خيف. هاي جيني انا بعد النواد ما هاي نام بعد من يسليني تو. عم مسلوم عم مسلوم ابوي سعيد با كنا نزقتني مالك الله يهديك. ما تقول لي اغفي ما تقول انهار مالك ذاك الله يهديك، انت وقفت لي قلبي باغت نار. عم مسلوم يا شوية سعيد نعم 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 عمي نعم نعم يا الله نعم نعم يا الله نعم توكل نعم.
عم شلون؟ وابوي عم مالك ليش تو انت؟ ناخذ خبط نتنزقني وامو باغت نام شلون؟ شويه نام نام عمي يا الله هوا هوا عمي هوا هوا هو هو نعم مسلوم هوا عم مسلوم ما يشك شيء انت رجلك انت نعم نعم ما تقول لاخي ما تقول انحط نعم عم مسلوم اه سعيد سعيد خير سعيد 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 مو سعيد سعيد انتبه 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 لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون حادث 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 الله حادث لا اله الا الله وقف يلا عمي ننزل نشوف الناس يمكن متعورين ولا شيء يبغون مساعده يلا يلا مالك تو انت الله يهديك جنيت واموس انت باقي تسوي على نفسك نشبه جنيت الله يهديك عمي بغى اساعد واحد وانقذ واحد اسوي حال عمري مشكله ايش هالكلام هذا مالك الله يهديك مالك ما تفهمني انا عمك سلوب افهم منك واكبر منك انا قصدي اقول يا سعيد يا ولدي انك اذا شليت واحد من الجرحى ولا سمح الله مات في السياره مثلا لا سمح الله عاد 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 يقوم الشيعة يسألوك سنقيم حمو شليته من الحادث وحمو محرس الشرطة وهذا أتسوي نشبه حاله وحالك مالك لك الله يهديك انتباه مو أسرها الدنيا فوضى يا عمي الله يهديك الدنيا فوضى بالعكس هذا واجب علينا بعدين في هذا الطريق هذا الظلام هذا لا حد ساير ولا حد جاي يمكن حد ما متعورين محتاجين مساعدة واجب علينا نساعدهم يلا بتنزل معي زي ما تنزل على كيفك مالك تعال فهمك مالك الله يهديك أنا ما قصدك ذاك إذا شلينا واحد منهم ولا شليناهم من المستشفى شيء شليناهم من المستشفى الأطباء ما هيعالجوهم تعرف حموه هيقوم يسألونا هيقولوا احنا ما نعالجهم إلا إذا جت الشرطة احنا مو خاصنا واحدة ما خاصنا شيء ومن قال لك هذا الكلام من قال لك الناس يتكلموا كذاك أنا ما عندي خبر لك الناس هذا الناس اللي قالوا لك ما يفهمون وما عندهم سالفة بالعكس إذا شليت أي جريح أو متعور المستشفى على طول يعالجونه بعد وبدون تردد بعدين هذا واجبنا يا عمي واجبنا والله يقدرنا على عمل الخير بتجي معي خلا ما دي اجلس انا رايح عندك شو انت هتسيري نعم لا اله الا الله هتسوي مشكله ماشي مشكله يلا اسيبك ايه انزل يلا اسيبك سعيد انزل لا بسيبك شكلك يا رب يلا ابوي ما اعرف فين زوجك سعيد ما اعرف مو القرن كان صرت لهينك يا سعيد هينك هينك يا شحمه فؤادي هينك هينك يا ابو مضانين هينك هينك يا بالي هينك يا حبيبي امه يا ليش تشوري علي بشور ولا نشتول ولا بيا يتخفي عني يا بنتي استهدي بالله وان شاء الله تو يوصل سعيد الله يهديش بس انا لو وصل كان وصل من زمان نعم عيني بالدرب وبعد ما جينا عملنا فؤادي عوني وخيف على علي ما لا يكون صايد لنا شيء ما كان على الخوف يا بنتي انا ميته من الخوف جيتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين تستعان الله يلعن ذيك الساعه يوم شفت علي بذاك الشور نعم انه يوم قلت له سير سوق التاكسي نعم شور حريم شور مقورف نعم ذاك بوشرته ليش هذا الكلام اللي قالته تقولي يا بنتي الله يهديك انتي بس ما اقول اشياء امي انا يوم قلت له سير سوق التاكسي افتكرت انه بنحصل منه من وراها فايده ولا شيء لكن الرجال صرت ما اشوفه لا ليله ليل ولا نهار نهار نعم انه مستوي اللي كمان الرجال الالي ما اشوفه متعايه يعني يوزع بعمره ومن ناحيه اخرى اولاده يشتاقوا لما قاير سالم المدرسه ما اعرف فرحان مو فاعل فعوله في المدرسه ما اعرف كل هذا بيجي فوق راسي انا ما هذا شورش الدمير صرت قلتي له اشتغل في التاكسي هذه الحاله انت بس هدي يا بنتي هدي عمرك الله يهديك مو الفايده يا امينا مو الفايده مرة التاكسي وحدي ما شفت اي فايده قلت بيكو بنحصل لك كمين بيسه ما بنضم حال اليوم الاسود قلت بيكو بنسوي لنا قطعتين بناقد ولا كمين قطعه مكسي لكن ما لا انا بلا فلوس ولا انا بلا غنوش احنا ايش رايك عمي ايش رايك ايش رايك يا عمي احنا ايش نقص منه لما اخذنا المصابين للمستشفى ايش نقص منه والله تبغى الحقيقه يا سيدي ولدي ما نقص منه شيء بالعكس زاد نعم زاد اولا شكوى الشرطه ثانيا شكتنا اداره المستشفى احنا اليوم اللي سوينا شيء عظيم اليوم يا سعيد يا ولدي هذا يا عمي جزء بسيط من اللي يقوم بالاعمال الطيبه كلامك صحيح يا سيدي يا ولدي نعم كلامك صحيح انا اقول يا سعيد لو الناس هذه تساعدت ووقفت مع بعضها بعض وتساعدوا على الخير كان احنا في نعيم نعم نعمنا في نعيم الحمد لله يا عمي اني غيرت رايك مو اقول يا ولدي لكن ترى كلام شوبه ترى لكن اقول تو احنا قاعدين نتكلم هذا الكلام
ومخليه هناك سعيدة ومسعية مسكينات قلقانات علينا، خلي فيها روح نطمنهن. والله كلامك صحيح يا عمي، خاصة سعيدة هذه حساسة يا عمي. خلي خلي يا ولدي ولا تعبان شوية كمان. يلا تعال تعال يلا. ألو، مرحبا سعيد، سلامات. لا لا إن شاء الله ما تشوف شر. خلاص يا سعيد على راحتك. لا لا شوف راحتك، شوف راحتك إن شاء الله. إيه أنا ببلغ المدير ولا يهمك. إن شاء الله يا سعيد. ها هفى عليك، بس هفى عليك، إن شاء الله ببلغه. يلا ما تشوف شر إن شاء الله، مع السلامة. وكيل كلامي ما ينزل الارض، سمعتني؟ ذي الشغله من اليوم رايح ما باك تسويها، سواقة التاكسي ودرها عنك. شيمة هدي نفسك شويه يا سعيده، هدي نفسك. ايش هدي نفسي يا سعيد؟ الله يهديك، وانا اشوفك ذي الحاله تتعب كل يوم. الله يهديك. انا سعيد بو، انا عارفه ممرض الخدين ومغنزت، وشوف حالتك كيف ممتعص يا سعيد. تستوى انه نومك نوم ولا اكلك اكل؟ حتى وظيفتك، وظيفتك بو كنت تداوم عليها، صرت ما تداوم وتتاخر عنها، وعمرك ما سويت ذي الحاله. بس انا ما اشتكيت يا سعيده، ما اشتكيت. حتى ولو يا ود عمي لو ما اشتكيت، تراني اشوفك، تراني اشوفك وحاسه بيك. شيمه بلا هذه الشغله يا سعيد. انت ليش مكبر المسألة لهالدرجة هذه؟ ليش مكبرتنها؟ بس بعدين شغلة التاكسي هذه حلت كثير من حاجاتنا. ايش حلت يا ود الحلال؟ الشيمة اخذ رايي يعني. ولا يهمك، ما اعطيتني نصيحة ذيك اليوم قبل لا تشتغل التاكسي، يوم قلت لي برشد الانفاق. خلاص انا اقول لك منت وخذها مني، برشد لك الانفاق، بس ودر ذي الشغلة. غريبة غريبة، انت كل يوم اول تحنين على راسي علشان الشغلة هذه، واليوم تقولي اتركها. ايش اللي صار يا سعيد؟ ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟ هذا اللي صار، ترى صرنا ما نشوفك. هين ذيك اللمة الحلوة، هين ذاك الحب والكلام العسل، كنت تقول لي يا سعيد احبابي. هين حتى اولادك صاروا ما يشوفوك، يشتاقوك يبوك. هينك اذا كان على الاولاد يا سعيده، خلاص انا بنظم وقتي وبجلس معاهم، واذا صار شيء تراك انت موجوده يا بنت عمي. من هين يا ود عمي؟ من هين؟ انا من غيرك ولا حاجه، وانا قسمت لنا مليون حاجه، وهذه اخر حاجه واصله من المدرسه. شوفه ليش ها؟ فرحان يسوي كل هذا في المدرسه؟ فرحان اللي طول عمره مطيع وما يعاند في الفصل، ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟ ابوي اللي صار مورا التاكسي. اول كان فرحان ولدك يحسب لك الف حساب، تو من هين لانك تمام تفيق له وقام يعاندني انا. اول كنت توجهه وتذاكر له، واستوى صار ما يخاف حد ابوي لانك انت منشغل عنه، وكل هذه المشاكل جاتنا مورا التاكسي. الظاهر اني فعلا انشغلت عنه، لكن ايش اسوي يا سعيده؟ انت عارفه الحاله، وبعدين هاي شغله التاكسي وراها فايده كبيره يا سعيد. شيمة مسامحين من ذي الفايدة؟ ما نبغى هذه الفايدة. أبوي الفلوس ما بتجيب لي راحة البال والسعادة، بزوجي بزوجي يرجع لي في البيت. شيمة ولا يهمك، قلت لك أنا برشد لك في الإنفاق، والله يسهلها علينا. تراني يا بنت عمي يا بنت الحافي، خبرتك هذا الكلام من الأول لكن أنتي ما سمعتي. ترى ايش سوينا غلطان الحين؟ اعترف، انا قلت يمكن بتساعدنا البيستيب وبنحصلها، بسوي لي صوغ ولا كمين بنجري، لكن اشوف الفايده ما منها فايده. خلاص وسامحني وودر هذه الشغله. يعني رايش اني ارجع التاكسي لصاحبه يا سعيده؟ الشيمة رد رد ورد لي قلب الشيمة. الشيمة ورد ان سعيد كم ممكن نعرفه بذاك الحب يرفرف في بيتنا، وذاك الكلام المعسول. رد حبيبتك وولادك وحرمتك اللي تشوفينه. خلاص يا سعيدة اللي تشوفينه، بس ابيك تتذكرين شيء دائما وما تنسينه يا سعيدة. اتذكر حبنا الاول يعني؟ لا، ابغاك تتذكرين الانسان في مثل هذه المواقف يجي له ويتدوده هيكي. Thank you.